حاسس مؤذي ريحة الدخان. يمكن أبوي بيعمل صح، ليش ما دخن مثله؟ الضرر الذي يلحقه الأهل المدخنون بأطفالهم عكس نفسه على أفكار مجموعة من طلاب مدرسة حسن الأشهب، فجسدوه في فيلم كرتوني ضمن مشروع مركز الدراسات النسوية المتواصل للسنة الثامنة على التوالي، والرامي إلى تعليم الأطفال حقوقهم وإكسابهم إياها بطريقة مختلفة وجذابة. الفكرة أو رؤية المركز إنه لا يمكن نحكي عن حقوق بدون ما نخلي الأطفال يتمتعوا بالحقوق ويستفيدوا من هاي الحقوق، فكانت الفكرة إنه كيف ممكن نوصل للأطفال نعلمهم عن حقوقهم بطريقة هي تجذبهم. ولد الفيلم الفكرة من خلال نقاشات الأطفال واقتراحاتهم لأفكار تعبر عن حياتهم وتحويلها إلى مشروع بالرسم والقص والألوان، وقصة تسرد الأحداث بأصوات الأطفال لتصبح فيلم رسوم متحركة من خلال نقلها من صندوق خشبي إلى أحد برامج التصوير والمونتاج البسيطة في الحاسوب. أول مرة يعني بساوي إشي زي هيك عن فيلم، واشتغلنا الشغل كان حلو، أنا يعني رسمنا كتير وتعاوننا، حبيت الشغل كتير إنه إحنا لما تعاوننا أنجزنا مشروع منيح، فعشان هيك أنا حبيت إنه إحنا هيك أنتجنا الفيلم وإحنا متعاونين مع بعض وأنتج بيننا صفة الأصدقاء. معناه إحنا بننمي شيء وبنطور شيء موجود عند الطفل. يا أمر آخر إنه بنعطي فرصة كبيرة جدا للطفل إنه يمارس رغبته واحتياجه على أرض الواقع بشكل مباشر من الألف للياء. العملية كلياتها هو الطالب، هو الطفل نفسه، هو الطالب نفسه لحد ما أنتج الفيلم بشكل نهائي. حركة هنا وتعديل هناك ينجزها 8 أطفال ضمن عمل الفريق في إطار من المتعة يحمل جوهر الفائدة والتعلم. من مدرسة حسن الأشهب في الرام، لورين زيداني، وكالة وفا. حق علي، أنا اللي دليت ابني على الغلط. يابا الله يرضى عليك، أنا غلطت وما حدا نصحني. هاي أنا بنصحك ما تغلط مثلي، وأنا بوعدك إني أبطل الدخان.